مساء الخير. أمانة ودي أوضح نقطة. القرارين يتكلمون عن شريحتين مختلفتين. الشريحة الأولى اللي هي الموجودين ببطاقات الزيارة، زيارات مؤقتة، وهؤلاء حقيقة عادة يا أما يخضعون لتأمين صحي أو لا يخضعون لتأمين صحي. إذا كانوا لا يخضعون لتأمين صحي فقد رفعت يمكن الزيادات بنسب تتجاوز 100% في بعض الأحيان، وهذا يأتي لتقنين عملية الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية منهم، واستكمالا مع الدور المناطق والقطاع الخاص لفتح آفاق جديدة لهم للاستفادة وتطوير القطاع الخاص، وهذه تتم كذلك تحت مظلة التأمين الصحي للزائرين. وهذه يمكن احنا نشعر فيها كذلك، احنا لما نسافر هناك تأمين صحي ندفعه في حال لا سمح الله يصيب أحد في المرض، يعني يستظل بمظلة التأمين الصحي للعلاج من أي طارئ أو علاج. طبعا لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك ناس تأتي ببطاقة الزيارة وتجري بعض العمليات الدقيقة مثل استبدال المفاصل، عمليات القلب المفتوح، جراحات وعلاجات السرطانات، وهي بطبيعتها مكلفة على وزارة الصحة. فكان القرار أنه لماذا لا تعطى الأولوية للمواطنين وإلى حد ما وبأسعار أخفض جدا للوافدين اللي شملهم القرار التنظيمي الثاني. وأكد على ما جاء في المقدمة من أنه هذه الأسعار على الرغم من الشعور في ارتفاعها بالنسبة للوافدين الذين يستظلون بمظلة الضمان الصحي، فرسم الضمان الصحي لن يمس، وهو ما يعادل 50 دينار للرجل وزوجته يمكن 40 وابنائه على 30، هذه لن تمس. وكرر هذا الشيء لأن هناك فهم بأنه يعني هناك زيادة متوقعة في ظل هذه الرسوم، فهذا مو صحيح. نعم، الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك دكتور.